اليهود اللي دخلوا للمغرب راهم قرون قبل ثلاث قرون وما يزيد، دخلوا من الاندلس، دخلوا من الجزيره العربيه، والاكثريه من الجزيره العربيه لهم. ولكن كان تعايش، يعني انا نقول لك واحد القضيه، انا امي نهار اللي خدات فرنسا كامله، ملي ماتوا كلهم العائله الوطنيه اللي ماتوا، جاوا خداو كلشي ديال امي، خداو الذهب وخداو بزاف الحوايج ديال، خداو المناصير وخداو السنع وخداو بزاف، خلاونا على الدص. ما تمدات امي كتخيط، اول حاجه كتخيط هي، بعدا كانت رسامه طرازه، وكتخيط حوايج العرسان من ديك التواب، التواب الجميله جدا. فبدات كتخيط واحد الشيء، واحد كنا كنعرفوا احنا صغار كيعيطوا له البيعه، شنو هي هذه البيعه؟ كشيوات بالبلي فرونس، وبواحد الوريده من هنا، وبالالوان ديال ديك الطفطه، الثوب ديال الطفطه فيه الغوز فيه الجون فيه البلون فيه النواغ فيه هذا. وكانت كتجي واحد فريحه يهوديه من ملاح، هي اللي كتجيب لامي هذوك البيعات، فهمتيني؟ باش بينا كانوا كنا كنعيشوا بها، وحنا مثلا كنقراو. انا خديت المدرسه الابتدائي ديالي، انا خديته في المصور السعيد، في المدرسه المولويه في المصور السعيد، مدرسه الاميره العائشه. فالثانوي ديالو خديته في مدارس محمد الخامس وما يزيد، وكنا كنمشيو فرحانين. علاش كنكونوا فرحان؟ نهار السبت كنمشيو باش نديو لها الحوايج اللي خيطات امي، باش تعطينا الفلوس، كنقول باش تعطينا الرقاق، واحد النوع ديالهم الخبز ديال كيديروه السبت، نهار السبت ديالهم كيديروا واحد السخينه فيها الحمص وفيها داك اللحم بقري زوين، وكانوا ويديروا داك الرقاقه بها كانوا كياكلوا، فهمتيني؟ بس كانوا يديروا داك الطقوس ديالهم ديال نهار السبت، وكتجي كتبرعنا وتعطينا الحلاويات، حنا فرحانين. كنبداو حنا الخوت كندبلو شكون اللي غادي يدي البيعه ديال هذاك النهار. هنا بس تعرف كاين تواصل، بالاخص في المغرب كان تواصل جميل جدا جدا جدا، عميق، في حب، فيه تواصل، فيه وطنية، فيه يعني فيه رسالة إنسانية.